حلقة جديدة ببرنامج 2 في 1. اليوم عنا وصفة كتير طيبة كتير سهلة، مثل ما شايفين متكونة من 4 مقادير بس: دجاج، جبنة، مايونيز لايت مايونيز، وآخر شيء عنا الشيبس. الشيبس حنختار الشيبس اللي بيكون شوي سميك مو كتير رقيق، لأنه رح نطبخ الشيبس حيعطينا هالكرنشي فيلينج. سو أنا وليلي اليوم عندي a very special guest ليلي حتساعدني بالطبخة اليوم. Alright, so let's get ready. حنبدأ أول شيء ونفلس الدجاج. مثل ما شايفين حنشيل الدجاج من العظم، وما بدنا كتير نصغر قطعة الدجاج، to make sure أنه تقريباً بهال size، ما كتير تفلسوها. طبعاً الدجاج قبل ما بدينا حطيناه بالفرن مع زيت زيتون، ليمون وبهارات اسود، تقدر تحطوا له اوريجانو، او اذا عندكم دجاجه جاهزه من السوبر ماركت فيكم تاخذوها وتفلسوها اذا ما حابين او ما عندكم وقت تطبخوا الدجاج. هالاكله كثير سريعه، بس الشغل المين بارت اللي بالشغل اللي هي تفليسه الدجاج. البونز على جنب. اوكي، النكست ستيب رح نخلط المايونيز. ميك شور المايونيز بتاخذوه يكون لايت او يكون يعني اخف شيء عندكم. وحنخلط المايونيز مع التشيكن، هنحط اول طبقه بالصينيه دجاج. اوكي، سو ليلي حطي التشيكن هير. نو وي غانا ميكس كان يو ميكس ذا مايو فور مي؟ يس يس. سو راح نخلط المايونيز مع التشيكن. برافو، نايس. مثل ما شايفين استخدمنا تقريبا معلقه مايونيز مش اكثر، حتى بس التشيكن يتكامش مع بعضه. Alright, let me help you. ونشيك إذا في شيء عظم باقي من الدجاج، نبلش نحطه على الصينية. يلا put it in the pan. هلا بنكون تقريبا خلصنا 50% من الأكلة، شفتوا شو سريعة؟ Okay, spread the chicken. Nice. Okay, so next step، ولا ما خلص المايونيز مع الدجاج، حنبدي بالشيبس. سو بدنا شوي نكسر الشيبس حتى ما يكون كثير كبير، بس مجرد ما نكسره تكون القطعة مو كثير كبيرة. هي ستوب ايتينج. سو مثل ما شايفين كسرناه بهالطريقة، وليلي عم تكسر الشيبس عم تحط شوية تشيز. طبعا هالتشيز استخدمت الموزاريلا تشيز كمان اللايت، إذا بتحبوا تستخدموا تشيدر تشيز، كشكافال، اي نوع جبنه، بس ميك شور اتس لايت او لو فات. كسرنا الشيبس حنحطهم فوق الصينيه. يس يس. سو وي غانا جو ذس واي ونحط الشيبس فوق الشيكن. سبريد ات، بشر تشيز مره ثانيه مثل ما شايفين. وهيك بنكون خلصنا اخر طبقه من الجبنه، حنحطها بالفرن لمدة ربع ساعة ل 20 دقيقة. وهلأ بتكون فقرة الرياضة، نرجع نشيك على الأكلة. وجينا هلأ لفقرة الرياضة. اليوم رياضة حتكون شوي ديفرنت، حضرت لكم دمبلز. إذا عندكم أي نوع من الوزن، دمبلز، أناني مي، أناني أي شيء بتحبوا تستخدموه كأوزان. إذا ما عندكم أوزان forget it. رح نعمل اليوم full body workout، حنمرن الإيدين الإجرين وشوية كارديو. So let's begin. أول شيء let's نعمل warm up سريع. هنعمل warm up، تفتح إجرينا. رح نعمل هاي تقريبا لمدة نص دقيقة. Shake your legs. ننزل لتحت. We're gonna do 5 nice squats, nice and slow. ننزل لتحت. Inhale. Exhale. Exhale. لا تنسوا إحنا بس عم نحمي هلا. وآخر شيء رح نعمل lunges 10 مرات in total nice and slow. Step forward، ننزل لتحت، نرجع نطلع فوق، and step back. خلصنا ال warm up، رح نبدي هلأ بالتمرين. أول تمرين رح نقعد على الأرض أو على اليوغا مات أو على السجاد. جيبوا your legs straight. Bring the dumbbells close. هنرفع الدمبلز لفوق and we're gonna press down. Exhale. Okay.
Let's go. 3, 2, 1. رح نعمل 8 ل 10 مرات. اوكي. هنروح for a push-up position. نجيب الدمبلز under our shoulders. نطلع لفوق straight. المبتدئين فيكم تنزلوا your knees. And we're gonna start rowing. كل خمسة على كل جنب. So هنعمل 1, 2. اوكي سو رح نعمل خمسة يمين خمسة يسار. مبتدئين فيكم دائما تكونوا على your knees. Advance اطلعوا لفوق and you press. And switch. خلصنا ال rowing. We're gonna grab the dumbbells. We'll do some legs. Put the dumbbells on your shoulders or أكتافكن. And we're gonna start lunging لقدام. And press لفوق. So رح نعمل again. خمسة لثمان مرات على كل جهة. Woo! All right. حط one dumbbell على الأرض. نجيب one dumbbell close to our chest. نفتح الإجرين شوي لبرا. So we're gonna target شوي الأفخاد الداخلية. راح ننزل على squat position. نطلع squeeze your glutes and press لفوق. Again. Inhale. Exhale. 10 مرات. Woo! Grab your dumbbells. هلا نتحرك ونعمل بايسبس. So twist your dumbbells لفوق. You're gonna press لفوق and back down. Okay, so رح نعمل 10 مرات bicep curls. نعمله هو الجلوتس بريدجز. دائما لما تعمل الجلوتس بريدجز نصيحه لما تعملوا طلع لفوق سكويز ذا جلوتس ستي ذير اند باك داون. سو احنا نعمل 10 مرات واخر ريبيتيشن وي جونا هولد ات فور 10 سكندز. ليتس جو اند اب لاست وان اند وي جونا هولد ات 10 ثواني. سكويز ات. 5, 4, 3, 2, 1. And back down. وهيك نكون خلصنا اليوم التمرين. خلينا نروح ونشيك على الأكلة. Okay. Hot. Yeah, let me get to try. It's big. It's big. Yes, salam. And crunchiness. Jazz with cheese. Yum. خلاص يا زلي اللي عجبتها يعني اكيد الطبخه ابروفد. مثل ما شايفين سهله وسريعه وكرانشي. عن جد لازم تجربوها خاصه اذا ما عندكم وقت تطبخوا برمضان. هالاكله ما راح تاخذكم اكثر من 10 دقائق. تراي ات اتس اميزنج. بتمنى اليوم تكون عجبتكم الحلقه. بشوفكم بالحلقات الثانيه. ثانكس ليلي فور جوينينج. سي باي باي.